طبعا يا شباب، انا حبيت اعمل الفيديو الصغير ده عشان اوريكم بس الفرق بين كلمه او يعني ايه كلمه سايز اكسكلوجن ويعني ايه كلمه اين اكسشينج. المفروض ان انتوا تكونوا اخدتوا الكونسبتس دي في سنه تالتة لما اخدتوا جزء الكروماتوجرافي، ولكن انا كمني جات سيره الكونسبتس دي في المحاضره رقم 5، فحطيت لكم في السلايد بتاعتها ان انت لو عايز تفهم اكتر عن التو توبكس دول ارجع للفيديو اللي انا بعمله دلوقتي ده او اللي انا عملته لكم دلوقتي ده. يبقى معنى كلامي ان الفيديو ده انت مش هتذاكره للامتحان، انت لو انت بس عايز تفهم يعني ايه كلمه سايز اكسكلوجن ويعني ايه كلمه اين اكسشينج، فانت هتسمع الفيديو ده وان شاء الله هتفهم التو كونسبتس دول بشكل كبير. الاين اكسشينج بالذات من الحاجات المهمه قوي في الاتش بي ال سي، وهتلاقوني بتكلم في جزء الكولمز في المحاضره رقم 6 على حته الاين اكسشينج كولمز، على حته الاين اكسشينج كولمز. وبالتالي مهم برضو ان انت تبقى فاهم الفكره بتاعته عشان لما نيجي نتكلم عليها في الكولمز بتبقى صعب عليك. فالفيديو ده نسمعه كويس ونحاول ان احنا ايه نفهم اللي فيه من غير حفظ ومن غير مذاكره ولا حاجه. خلاص ان شاء الله. النوع الثالث يا شباب اللي بنتكلم عليه بالنسبه للمود اوف ريتنشن هو الاين اكسشينج كروماتوجرافي. بالنسبه للاين اكسشينج كروماتوجرافي فاحنا بنتكلم مينلي هنا على كلمه اين وكلمه اكسشينج، ودي توضح لي كل حاجه. يبقى ده معناه ان السيبريشن هنا مينلي هيكون فور تشارجد او ايونايزد سبستنسز. فبنتكلم مثلا على بروتينز، بنتكلم على بعض الاحيان ممكن فيها ابلكيشنز في عمليه البروتين بيوريفيكيشن، عمليه الووتر بيوريفيكيشن، عمليه الفصل بتاع النيوكليوتايدز، السمول نيوكليوتايدز، حاجات بالشكل ده. وبالتالي مينلي الابلكيشنز بتاعتها في الاتجاه بتاع الايونايز سبستنسز، عشان كده هي اسمها اين اكسشينج. طيب هنا الفكره كلها ان الكولمن بتاعي بيكون عباره عن حاجه اسمها اين اكسشينجر، تمام كده؟ هو ده الاساس في الكولمن بتاعي هنا، ان بيكون عندي حاجه مهمه جدا اسمها اين اكسشينجر. طيب برضو ايه الاين اكسشينجر ده بيمشي ازاي او بيشتغل ازاي؟ الفكره كلها في الاين اكسشينجر ده شباب ان انا بيكون عندي بوليمر او ريزن. عاده البوليمر او الريزن ده بيكون ميلي عليه تشارجد موليكيولز او عليه تشارجد فانكشنال جروبس، خليني اكون دقيق يعني، تمام؟ التشارجد فانكشنال جروبس دي بتكون كوفالنتلي لينكد على البوليمر ده او على الريزن ده. يبقى الريزن ده كانه سبورت بالنسبه لي، انرت سبورت، مش هو اللي بيشتغل، مش هو اللي بيعمل السيبريشن، ولكن التشارجد فانكشنال جروبس اللي عليه دي هي اللي هتشتغل، اللي هي عامله كوفالنت بونز مع البوليمر، تمام؟ خلينا ناخدها بمثال هنا في الجدول اللي مكتوب. الار ده هو الريزن بتاعي او البوليمر، تمام كده؟ والان بوزيتيف دي هي دي التشارجد فانكشنال جروب اللي هي ماسكه مع الار، تمام؟ نفس الكلام هنا الاس او 3 ماينس دي هي التشارجد فانكشنال جروب، عامله كوفالنت بوند مع الار اللي هو الريزن او الايه او البوليمر. ده بنسميه اين اكسشينجر، تمام؟ وبالتالي هو في الظروف العاديه هو المفروض ان ده بوزيتيفلي تشارجد الاولاني ده اللي هو الار ان بلس، والتاني ده ار اس او 3 نيجاتيف، وبالتالي ده نيجاتيفلي تشارجد. المنطقي ان انا اقوم مسمي الاكسشينجر ده حسب التشارج دي، فاقول مثلا ان البوزيتيفلي تشارج ده اقول عليه كاتاين اكسشينجر، والتاني اللي هو النيجاتيفلي تشارج ده اقول عليه اناين اكسشينجر. بس التسميه ما بتبقاش كده، التسميه بتبقى على حسب قدره الاكسشينجر ده او الكولمن ده على انه يعمل اكسشينج الايه، او بمعنى ادق على انه يعمل بايندنج ويمسك في مين. فالطبيعي ان هو طالما بوزيتيفلي تشارج هنا ار ان بلس يبقى هيمسك في نيجاتيف تشارج، وبالتالي هسميه اناين اكسشينجر، تمام؟ التاني ده ار اس او 3 ماينس، تمام؟ وبالتالي يقدر يمسك الكاتاينز، يقدر يمسك الحاجات البوزيتيفلي تشارجد، فسميه كاتاين اكسشينجر. فهمنا ازاي؟ يبقى دي نقطه مهمه جدا لازم نبقى فاهمينها، ان التسميه بتاعه الاكسشينجر او بتاعه الاكسشينجر هنا اللي هو الكولم، فالتسميه بتاعه الكولم بتاعي هنا هتعتمد على هو بيقدر يمسك مين من التشارجز، وهو هيقدر يمسك مين؟ هو هيمسك دايما التشارج اللي هي اوبوزيت ليه، لان احنا عارفين ان الاوبوزيت تشارجز والاتراكت، والنيجاتيف تشارجز هيحصل لها ريبولشن. وبالتالي يبقى الكاتاين اكسشينجر ده بيقدر يمسك كاتاينز، يبقى هو اكيد نيجاتيفلي تشارجد، والاناين اكسشينجر ده بيقدر يمسك اناينز، وبالتالي هو اكيد بوزيتيفلي تشارجد. دي اول نقطه. وبالتالي لو جيت سالتك قلت لك الاناين اكسشينجر ده بيقدر يعمل سيبريشن لفينوليك سبستنسز ولا الالكالويدز؟ الفينوليك سبستنسز دي بيكون عليها او اتش جروب، والاو اتش جروب دي سهل جدا تبقى انايونيك، تمام؟ يبقى اذا الاناين اكسشينجر ده بيفصل الفينوليك كومباوندز او بيقدر يمسك الفينوليك سبستنسز. اما الالكالويدز دي بيكون عليها ان اتش دايما، والان اتش دايما بتبقى بوزيتيفلي تشارجد،
كاتايونيك، وبالتالي الكاتاين اكسشينجر هو اللي يقدر يشتغل مع الالكالويدز ويمسكها ويشتغل عليها ويفصلها. فهمنا ازاي؟ يبقى دي اول جزء انا عايز افهمه لكم. طيب الفكره كلها بتعتمد على النقطه الاساسيه، ان يعني بيبقى عندي موبايل فيز، الموبايل فيز ده بيكون ليكويد لازم، والليكويد ده عاده بيكون بافر. تمام؟ يبقى دايما هنا الشرط بتاعي ان الموبايل فيز يكون بافر، يعني هيكون فيه سولتس بكونسنتريشن معين وهنتكلم عليه دلوقتي، وهيكون له بي اتش معينه، كل الحاجات دي فاكتورز مهمه قوي بنتكلم فيه، السولت كونسنتريشن والبي اتش. طيب الفكره هنا، وطبعا البفر البيس بتاعه دايما بيكون ميه، يعني بيكون فيه ميه، بيكون فيه سولتس، وبيكون ليه بي اتش معين. طيب النقطه الثانيه اللي انا عايز اتكلم عليها اللي هي الفكره بتاعه الفصل. الفكره بتاعه الفصل بسيطه جدا جدا جدا. انا دلوقتي هنفترض ان احنا عندنا الجزء ده، خلينا نبص عليه. عندي سامبل، السامبل دي بوزيتيفلي تشارجد زي الالكالويدز كده مثلا، ميكتشر من الكالويدز بوزيتيفلي تشارجد، وعايز افصلهم باستخدام الاين اكستشينج، بس انا ضامن ان كلهم بوزيتيفلي تشارجد، مش الكالويدز مثلا، مش الكالويدال بيزز، يعني مش قصدي مش الكالويدال سوري سولتس، لا هم بوزيتيفلي تشارجد فعلا. وبالتالي يبقى في الحاله دي انا كل اللي مطلوب ان انا اعمله ان انا طالما هو بوزيتيفلي تشارجد يبقى لازم استخدم له كاتاين اكستشينجر، يبقى هروح استخدم حاجه زي ده الار اس او 3 ده مثلا، هيبقى عندي دايما الار اس او 3 دي نيجاتيفلي تشارجد. خلاص؟ بس هتلاحظوا حاجه غريبه جدا هنا، الاستيشنري فيز مكتوب الار ماينس اللي هي الار اس او 3 ماينس، بس محطوط جنبها بوتاسيوم بلس. ايه بقى البوتاسيوم بلس دي؟ احنا عندنا في الاين اكستشينج يا شباب عندنا اربع خطوات اساسيه للشغل فيها. الخطوه الاولانيه، ودي خطوه مهمه قوي عايزكم تفهموها، اسمها ايكويليبريشن. ايكويليبريشن تمام؟ ايه الايكويليبريشن ده؟ الايكويليبريشن ده هو عباره عن ان انت بيكون عندك الكاتاين اكسشينجر ده مثلا اللي هو الار اس او 3 ماينس 2. خلاص؟ الار اس او 3 ماينس 2 ما ينفعش يفضل موجود كده، لازم تحط له او الاستابيليتي بتاعته مش هتكون كويسه، والانتراكشنز اللي هيعملها مش هتكون صح، لازم الاول يتحط له حاجه اسمها كاونتر اين. الكاونتر اين ده بيكون اين مقابل في التشارج، يعني حاجه بوزيتيفلي تشارجد. دي خطوه الايكوليبريشن، ان انا الاول لازم الكولمن بتاعي اللي هو الاكستشينجر بتاعي ما ينفعش ان انا اشتغل عليه وهو دايركتلي نيجاتيفلي تشارجد كده، الاستابيليتي بتاعته مش هتكون كويسه، الشغل بتاعه مش هيكون كويس، لازم يكون الاول معمول له ايكوليبريشن بكاونتر اين. فلازم اعدي بفر عليه فاضي، البفر ده كل اللي موجود فيه موجود فيه الكاونتر اين بتاعه، وليكن مثلا انا عندي نيجاتيف ممكن استخدم صوديوم، فادخل بفر مثلا فيه صوديوم كلورايد، او ادخل بفر مثلا فيه بوتاسيوم كلورايد، فالبوتاسيوم كلورايد هيكون فيه بوتاسيوم البلس، البوتاسيوم البلس ده يقدر يتفاعل بسهوله جدا مع الاس او 3 ماينس ويعمل الشغل ده، فيخلي لي الستيشنري فيز بتاعي ستيبل، ويبقى السيستم بتاعي جاهز للشغل. هتقولي طب ما هو كده خلاص بقى ستيبل، النيجاتيف كل نيجاتيف تشارج معاه بوزيتيف تشارج، ايه اللي هيخليه يمسك في البوزيتيف تشارج اللي داخله؟ السامبل دايما اللي هتخش له يا شباب هتكون بنفس البفر كونسنتريشن وبنفس التركيز، فهتبدا انها تعمل اكستشينج، عشان كده سميناها اكستشينجر، فهتبدا انها تعمل اكستشينج للبوتاسيوم، تقوم راميه البوتاسيوم ده بره خالص، تطرده تمشيه مع الموبايل فيز وتبدا هي تمسك مكانه، فيبقى الناتج بتاعي حاجه بالشكل ده، ار نيجاتيف اكس بلس، تمام كده، والبوتاسيوم طلع، فحصل حاجه اسمها كاتاين اكستشينج. فهمنا؟ عشان كده سميناه اين اكستشينج كروماتوجرافي، لان الفكره فيه مش بتعتمد ان انا عندي نيجاتيف تشارج صريحه وهيخش لها البوزيتيف يمسك فيها على طول، لا ده انا عندي سيستم ستيبل، السيستم ده انرجيتيكالي ستيبل بنقول عليه، كل بوزيتيف معاها نيجاتيف او كل نيجاتيف معاها بوزيتيف تشارج، عن طريق ان انا بستخدم الكاونتر اينز، وبعدين ببتدي بعد كده ادخل السامبل بتاعتي فتبتدي هي تعمل ريبليسمنت للكاونتر اينز وتقعد مكانها. عشان كده تاني خطوه بعد الايكوليبريشن بتكون السامبل لودنج، ان انا ادخل السامبل دي واحطها على الايه، على الكولمن بتاعي. خلاص خليني امسح بس شويه كده عشان نقدر ان احنا ايه نكتب بشكل كويس الجزء ده. يبقى احنا اتفقنا ان اول خطوه عندنا اللي هي خطوه الايكوليبريشن، الهدف من الخطوه بتاعه الايكوليبريشن دي ان انا مجرد بس اعمل ايكوليبريشن او اقدر اعمل معادله بالعربي كده او تعادل للتشارجز اللي موجوده عندي على الاكسشينجر، فسي مثلا الاكسشينجر بتاعي كاتاين اكسشينجر، يبقى هو عباره عن نيجاتيفلي تشارجد،
يبقى انا بدخل له بافر كونسنتريشن في ايونز بوزيتيف، بحيث ان الايونز البوزيتيف دي ككاونتر ايونز تمسك مع النيجاتيف تشارجز وتعمل سيستم انرجيتيكالي ستيبل جاهز لعمليه الفاست والكروماتوجرافي. فدي اول خطوه خالص اللي احنا بنقول عليها خطوه الايه؟ الايكوليبريشن. زي ما حصلت هنا كده. دي كده تعتبر خطوه الايكوليبريشن، ان الار نيجاتيف اللي هي كانت عباره عن ار اس او 3 ماينس دخلت لها انا بوفر كونسنتريشن فيه بوتاسيوم اينز، فالبوتاسيوم مسكت وبقى عندي سيستم ستيبل كويس جدا متعادل مفيش فيه اي ايه اي مشكله. الخطوه الثانيه بعد الايكوليبريشن على طول، يبقى دي خطوه الايكوليبريشن تي اي او ان، تمام. الخطوه الثانيه هي خطوه اي دي دي اي. الخطوة الثانية هي خطوة السامبل لودينج، تمام. السامبل لودينج ان احنا بندخل السامبل بتاعتنا، السامبل طبعا هتكون تشارجد زي ما اتفقنا، مثلا امثله عندنا الامينو اسيدز، البروتينز، النيوكليوتايدز، كل الحاجات دي ممكن ان انا اشتغل بيها بالكلام ده. فزي مثلا انا عندي ميكتشر مثلا من بوزيتيفلي تشارجد مثلا امينو اسيدز مثلا، فدخلتها على السيستم المتعادل ده نتيجه ان انا عامل ايكوليبريشن اوريدي ومعدي على الكولا ان ده بفر، البفر ده فيه بوتاسيوم، فالبوتاسيوم دخل مسك في النيجاتيفلي تشارج جروبس اللي موجوده اصلا على البوليمر بتاع السيشن ريفيز، والسيستم بتاعي بقى تمام. وبعدين رحت عامل سامبل لودنج ودخلت السامبل، فكل اكس من دول تقوم جايه عامله اكستشينج للبوتاسيوم، البوتاسيوم يطلع وهي تقعد مكانه ويبقى المنظر بالشكل ده. يبقى السامبل كلها مسكت في الكولم والكاونتر اينز كلها نزلت مع الموبايل فيز اللي هو عباره عن ليكويد بفر، تمام. وبالمناسبه دايما الليكويد بافر اللي هو بتاع الموبايل فيز هنا اللي بستخدمه هو نفس البافر اللي انا حطيت بيه الكاونتر اين بتاعي، تمام. دايما يفضل كده ان الاثنين يبقوا بنفس السترينث، بنفس البي اتش، بنفس الكومبوزيشن، بنفس كل حاجه. وهنبقى نتكلم على البافر دي قدام شويه لما نيجي نشتغل عليه. بعد كده بعد ما بيحصل الكلام ده خلاص بيبقى في خطوه ثالثه مهمه جدا اللي هي خطوه الالوشن بقى. مش كده كل السامبلز مسكت، كل السامبل البوزيتيفلي تشارجد مسكت في الكولم، فاضل بقى ان انا اخلي واحده واحده تنزل، ما ينزلوش كلهم مع بعض لان انا محتاج اعمل سيبريشن. فانا عندي مثلا سي 4 امينو اسيدز، الاربعه امينو اسيدز دول كلهم بوزيتيفلي تشارجد فكلهم مسكوا في الكولم بتاعي اللي هو الكاتاين اكستشينجر، بس انا عايز انزل بقى واحد واحد منهم. هي دي خطوه الالوشن اللي هي بتعتمد على اللي بيحصل فيها السيبريشن. طيب ازاي بقى افصل الاربعه دول عن بعض؟ بيتفصلوا بيزد على ايه؟ بيزد يا شباب على التشارج دنسيتي، بيزد على التشارج دنسيتي بتاعتهم. خليني ابسطها لكم خالص. نفترض ان انا عندي امينو اسيد فيه اثنين بوزيتيف تشارجز، امينو اسيد تاني فيه واحده بوزيتيف تشارج، امينو اسيد تالت فيه ثلاثه بوزيتيف تشارج. يبقى كده المنطقي ان ابو ثلاثه بوزيتيف تشارج ده ماسك كويس جدا مع الكولم، يليه اللي معاه اثنين بس، يليه اللي معاه واحده. وبالتالي انا لو مجرد ان انا بس غيرت في الايونيك سترينث شويه بتاعت البفر، يعني غيرت في السولت كونسنتريشن بتاع البفر، زودت شويه البوزيتيف تشارجز اللي موجوده في البفر، هيحصل ايه؟ اول مجموعه ضعيفه ممكن انها تسيب البفر، تسيب الاستيشنري فيز وتنزل، هي المجموعه بتاعت الامينو اسيدز اللي عليها بوزيتيف تشارج واحده. فعلى طول اول ما البفر كونسنتريشن يبتدي البوزيتيف تشارجز فيه تزيد، تبتدي تتخانق مع الامينو اسيد اللي عليها بوزيتيف تشارج واحده دي وتمشيها تزقها، فتبتدي الامينو اسيدز دي تتحرك وتنزل الاول. يبقى فهمنا كده انا بعمل ايه؟ كاني بعمل نوع من انواع الجريدينت ايلوشن، بغير في البفر كونسنتريشن بتاع الموبايل فيز عن طريق ان انا ازود فيه البوتاسيوم اين مثلا، تمام، كونسنتريشن، فيبتدي البوتاسيوم الزياده اللي دخل ده يتخانق مع الامينو اسيدز اللي ماسكه مع السامبل، اضعف امينو اللي ماسكه مع الاستيشنري فيز، سوري، اضعف امينو اسيدز ماسكه مع الاستيشنري فيز هي الامينو اسيدز اللي عليها بوزيتيف تشارج واحده. فبالتالي دي اول مجموعه تسيب الاستيشنري فيز وتنزل ويقعد مكانها البوتاسيوم اينز. فهمنا؟ طيب بعد كده اقوم مزود شويه السولت كونسنتريشن تاني اللي موجود في البفر بتاع الموبايل فيز، اخليه بوزيتيف اكتر شويه، البوتاسيوم يزيد اكتر، فيبتدي البوتاسيوم كونسنتريشنز او البوتاسيوم اينز تبتدي تتخانق اكتر مع الامينو اسيدز اللي معاها اتنين بوزيتيف تشارج، وتقول لها شكرا اتفضلي انزلي، فتنزل وتقعد برضو البوتاسيوم اين مكانها. يبقى كده المجموعه الثانيه نزلت، وبعدين المجموعه الثالثه اللي عليها ثلاثه بوزيتيف تشارج وهكذا. فهمنا؟ يبقى انا ببتدي اعمل الالوشن ده عن طريق ان انا بزود الالوشن سترينث بتاعت البفر. ازاي ازود الالوشن سترينث بتاعت البفر؟ قدرته على انه يمشي السامبل بتاعتي عن طريق ان انا بزود الايونيك
سترينث بتاعته ان انا بزود الكونسنتريشن بتاع الكاونتر اين اللي فيه، اللي هو مثلا هنا في الحاله دي كان بوتاسيوم. تقدر بقى ان انت تطبق الكلام ده على اي اين اكسشينج سيستم موجود عندك بدون اي مشاكل، تمام؟ الخطوه الرابعه والاخيره ان بعد السامبل بتاعتي كلها ما نزلت، المفروض ان انا اطمن ان الكولن راجع لحالته الاصليه اللي هي خطوه الريجنريشن. ريجنريشن ان انا ارجع الكولن من حالته الاصليه، ان كل نيجاتيفلي تشارجد جروب ان هو يرجع يبقى بالشكل ده. فبطمن بس ان انا بزود قوي الايونيك سترينث بتاعت البفر، بخليه فيه كونسنتريشن عالي جدا من الكاونتر اين، بحيث اطمن ان خلاص ما بقاش فيه اي سامبل موجوده لسه ماسكه، او اي ريمينز من السامبل لسه ماسكه في الكولن بتاعي، يبقى انا رجعته لحالته الاصليه، عملت له ريجنريشن تاني. فهمنا ازاي؟ يبقى هم دول الاربع خطوات. انا طبعا هسيبكم مع فيديو في السلايد اللي جايه بيوريكم الاربع خطوات دول بشكل كويس، بحيث ان انتوا برده حتى لو ما استوعبتهمش مني بشكل كبير يبقوا تستوعبوهم من الايه، من الفيديو. وبرده ستيل لو لسه في انك من الواحد لما بيبقى قدامكم بيبقى شاف هو انتوا فهمتوا ولا لا. فانا طبعا بما ان الاونلاين ده مش بيبين الكلام ده، فلو لسه ستيل في حد مش فاهم الجزء ده ممكن ان شاء الله نبقى نراجع عليه تاني في الميتنج لو محتاج حد محتاجه يتشرح تاني يعني. خلاص ده بالنسبه للجزء ده، يبقى كده فهمناه. نفس الكلام تقدر تطبقه على السيستم اللي تحت ده. السيستم اللي تحت ده عباره عن ايه، كاتاين ولا اناين اكسشينجر؟ لا ده السامبل هنا اناين، يبقى ده سيمبل سيستم اسمه اناين اكسشينجر، تمام؟ يبقى لازم الكولم بتاعي يكون بوزيتيفلي تشارجد، وفي اول مرحله مرحله الايكوليبريشن ادخل له بفر فيه كونسنتريشن عالي من الكاونتر اين اللي هو مثلا كلورايد، حاجه تكون نيجاتيفلي تشارجد. بحيث ودايما الكاونتر اين على فكره يا جماعه بيكون سيمبل جدا، موليكولار ويت موليكولار ماس صغيره، وبيبقى دايما التشارج اللي عليه بتبقى واحده، يعني نيجاتيف واحده او بوزيتيف واحده. وبالتالي يبقى مهم جدا ان هو يمسك، هيمسك معاه ويعمل السيستم الستيبل بتاعنا الانرجيتيكال ستيبل. ادخل له السامبل، السامبل تعمل كومبيتيشن مع الكلورايد اينز وتمسك مكانها، تمام؟ وبعدين بعد كده اعمل الايه، الايلوشن بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، ان انا ازود الايلوشن سترينث او الاينك سترينث بتاعت البفر عن طريق ان انا ازود الكلورايد اين ايه كونسنتريشن، تمام؟ الصوره دي برضو مبينه قوي الحكايه، برضو ممكن امسح كده عشان تشوفوا اكتر. الصوره دي مبينه قوي الحكايه، وعايزكم تشوفوا كده السيستم ده وتقولوا لي ده اناين اكسشينجر ولا كاتاين اكسشينجر في الاول كده قبل ما نكمل. بصوا عليه كويس وقولوا لي، او يعني حاولوا تقولوها كده يعني بينكم وبين نفسكم. اول حاجه لو جينا بصينا على الجزء ده هتلاقوا ان انا سبتكم تفكروا شويه، هتبص على الكولم، الكولم ده جزء البوليمر اهو اللي احنا قلنا عليه، الخط الاسود ده البوليمر او الرزن اللي هو كوفيننتلي بوندد معاه كل التشارجز دي، شايفينها الاولانيه دي الدوائر دي كلها اللي هي كلها عباره عن بوزيتيفلي تشارج جروبس. يبقى المنطقي ان ده هياخد اناينز، هيمسك في اناينز، يبقى السيستم ده اكيد اناين اكسشينجر، مش عايزه كلام. يبقى السيستم ده اكيد اناين اكسشينجر، دي اكيد مش عايزه كلام. طيب اول مرحله هتلاحظوا ان هو اوريدي ماسك فيه الاصفر ده، الاصفر ده عباره عن الكاونتر اين، فانا اوريدي ده معمول له الايكوليبريشن اللي احنا قلنا عليه، ان احنا عدينا بفر فيه مثلا كلورايد اينز كتير، فعمل الايكوليبريشن بالشكل ده ان كل بوزيتيفلي تشارج جروب موجود على الكولم بقت ماسكه في نيجاتيف تشارج، فبقى السيستم ستيبل. وبعد كده رحت مدخله الميكتشر بتاع الامينو اسيدز بتاعتي، شايفينها؟ هتلاحظوا الامينو اسيدز في بعضها نيجاتيف هنا وبعضها بوزيتيف، يبقى منطقي جدا ان مين اللي هيمسك في الكولم؟ النيجاتيف بس. انا هنا يبقى انا اكيد هنا في الميكتشر ده انا اللي عايز افصله غالبا هيكون النيجاتيف، تمام؟ غالبا هيكون نيجاتيف لان البوزيتيف كلهم هينزلوا مع بعض، هنشوف دلوقتي. هيجي النيجاتيف، النيجاتيف ده هيقوم عامل ريبليسمنت للكاونتر اينز ويقعد مكانهم زي ما انتم شايفين كده، مسك النيجاتيف هنا والنيجاتيف الثاني مسك هنا، والثلاثه امينو اسيدز البوزيتيف مش هيقدروا يمسكوا وهينزلوا زي ما هم مع بعض. عشان كده بقول لكم الفصل هنا هيكتم للنيجاتيف بس، انما البوزيتيف مش هيقدروا يمسكوا اصلا في الاستيشنري فيز، وبالتالي هينزلوا زي ما هم مع بعض كميكتشر، تمام؟ الخطوه الثالثه يبقى دي خطوه الايه، سامبل لودنج كانت هنا، الخطوه دي كانت الايكوليبريشن لان الاصفر ده كان موجود اتحط دخل. وبعد كده الخطوه الاخيره خطوه الايلوشن بقى، خطوه الايلوشن هيتم فيها ان الموبايل فيز اللي داخل البفر هبتدي اعدل في البفر كونسنتريشن، ابتدي ازود شويه الكلورايد اينز مثلا اللي موجوده فيه، فيبتدي الكلورايد اينز اللي داخله تعمل كومبيتيشن مع دول وتبتدي ان هو تعمل لها اكستشينج ليهم ويبداوا ان هم ينزلوا. طبعا هيعتمد على التشارج دنسيتي اللي موجود عليهم. هتقول لي ده هما الاثنين عليهم نيجاتيف تشارج واحده هنا، يتفصلوا ازاي بقى؟ هيتفصلوا اكوردنج للتشارج دنسيتي بتاعتهم يا شباب. يعني ايه؟ يعني هم عليهم تشارج واحده، بس اخبار الموليكولار ويت بتاعهم ايه؟ ده مهم. الموليكولار ويت بتاعهم لو صغير يبقى التشارج دنسيتي اللي موجوده هتبقى كبيره، وبالتالي القوه بتاعت الانتر اكشن مع البوزيتيف تشارج بتاعت الاستيشنري فيس هتكون اكبر.
الموليكولار ويت لو كبير يبقى التشارج دنسيتي هتكون ضعيفه جدا، وبالتالي يبقى كده الانتراكشن اللي هيتم مع البوزيتيفلي تشارجد بارتكلز هيكون صغير. فهمنا ازاي؟ يبقى كلمه التشارج دنسيتي دي مش فكره بس ان انا بتكلم على عدد التشارجز اللي موجوده على الموليكيول، لا ده ممكن يكون عليهم نفس التشارج بس الموليكولار ويت نفسه بيفرق، ان لما يبقى الموليكيول صغير حتى لو عليه تشارج واحده هتبقى التشارج دنسيتي كبيره، وبالتالي الانتراكشن مع الكولم او مع الاستيشنري فيس هيكون كبير. فهمنا ازاي؟ فلو افترضنا مثلا ان ده الامينو اسيد ده موليكيولار ويت بتاعه مثلا صغير جدا، خلاص يبقى التشارج دنسيتي بتاعته كبيره، ده الموليكيولار ويت بتاعه كبير جدا، موليكيولار ويت عالي قوي، خلاص يبقى التشارج دنسيتي بتاعته صغيره، يبقى انا لما ازود الايونيك سترينث ده اللي ينزل الاول. فهمنا ازاي؟ ليه؟ لان زي ما قلت لكم الموليكيولار ويت بتاعه كبير، فبالتالي التشارج اللي عليه الافيلابل اللي هي بنقول عليها الدنسيتي بتاعتها قليله جدا، فعمليه الانتراكشن مع البوزيتيف تشارج هتبقى ضعيفه، فاول ما ابتدي اغير بس في الايونيك سترينث يبتدي ينزل الاول. يبقى السيباريشن دايما بيتم بيزد على التشارج دنسيتي، وطبعا التشارج دنسيتي فاكتور منها هو عدد الايه؟ التشارجز اللي بتبقى موجوده على السامبل كومبوننت بتاعي. هسيبكم بقى مع اتنين فيديوز، الاتنين فيديوز دول بيبينوا لكم عمليه السيباريشن. الفيديو الاولاني بيوضح لك الاربع خطوات بتوع الايونيك بتوع الايون اكستشينج اللي هم الايكوليبريشن، السامبل لودنج، السامبل لودنج، وبعد كده الايلوشن، وبعد كده خطوه الريجنريشن. ده الفيديو الاولاني. الفيديو الثاني بيبين لك ان انت لما يبقى عندك ميكتشر من 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 سامبل كومبوننتس ازاي بيحصل عمليه الايلوشن بتاعهم، فبيوريك الاوردر اوف ايلوشن بيتم ازاي. فجايب لك ثلاث انواع من البارتيكلز او من السامبل كومبوننتس في صوره دوائر كده او كور. السامبل كومبوننتس الاولانيه عليها نيجاتيف تشارج واحده، السامبل كومبوننتس الثانيه عليها اثنين، السامبل كومبوننتس الثالثه عليها ثلاثه، وبيبين لك ان الثلاثه دول هيمسكوا في الاول مع البوزيتيفلي تشارج كولم اللي هو الانين اكسشينجر، ولكن عمليه الايلوشن بتاعتهم هتبقى تدريجي، هتبتدي الاول باللي عليه نيجاتيف تشارج واحده لان ده الضعيف، ده اللي مش هيقدر يمسك جامد مع الاستيشنري فيز، وبعدين اللي عليه اثنين، وبعدين اللي عليه ثلاثه، بزياده طبعا الايونيك سترينث بتاعت البفر. عشان كده مهم قوي كلمه ايونيك سترينث بتاعت البفر دي اللي هي الكونسنتريشن بتاع الكاونتر اين اللي موجود في البفر قد ايه، كل ما يزيد كل ما يبقى احسن. طبعا البي اتش هنا على فكره ليها دور برضو، يعني ممكن اللعب في البي اتش بتاعت البفر ياثر على الايلوشن ده اكيد، ولكن الاهم هو الايونيك ايه سترينث، وهنتكلم على الحته دي بالتفصيل اكيد قدام ان شاء الله. Separation in ion exchange chromatography depends upon the reversible adsorption of charged solute molecules to immobilized groups of opposite charge. Most ion exchange experiments are performed in four main stages: equilibration, sample application and wash, elution, and regeneration. The first step is the equilibration of the stationary phase to the desired start conditions. When equilibrium is reached, all stationary phase charged groups are associated with exchangeable counter ions, such as chloride or sodium. The second step is sample application and wash. The goal in this step is to bind the target molecules and wash out all unbound material. The sample buffer should have the same pH and ionic strength as the starting buffer in order to bind all appropriately charged proteins. In the third step, elution, biomolecules are released from the ion exchanger by a change in the buffer composition. A common way is to increase the ionic strength with sodium chloride or another simple salt in order to desorb the bound proteins. Proteins are desorbed relative to the number of charged groups on their surface. The final step, regeneration, removes all molecules still bound. This ensures that the full capacity of the stationary phase is available for the next run.
النوع الرابع يا شباب اللي بنتكلم عليه في الجزء بتاع المود اوف ريتنشن هو الموليكولار اكسكلوجن، او ساعات بنقول عليه السايز اكسكلوجن، او ساعات بنسميه كمان السيفنج. كل دي اسماء لنفس الايه، لنفس الفكره او نفس التكنيك او نفس المود اوف ريتنشن، نفس الفيزيكال فينومينا. ان هي فكره لما بنقول سايز اكسكلوجن او موليكولار اكسكلوجن، فاحنا بنتكلم على سيبريشن بيزد على الديفرنس في الموليكولار ويت او في السايز. تمام، يبقى انا هيكون عندي سامبل كومبوننتس ميكتشر، الميكتشر ده فيه ديفرنس في الموليكولار ويت ما بين الكومبوننتس بتاعته، وبالتالي اقدر افصلهم عن طريق السيفنج او عن طريق الموليكولار ايه اكسكلوجن. حتى اسمه سيفنج يعني غربله، يعني كان بتستخدم الغربال لو عارفين الغربال بتاع زمان. وبالتالي الفكره كلها ان احنا بنتكلم هنا على ستيشنري فيز وموبايل فيز برضو كالعاده زي اي سيستم. الموبايل فيز عاده بيكون ليكويد، في بعض الاحيان بيكون جاز، ولكن عاده بيكون ليكويد، والليكويد ده ممكن يكون ميه وممكن يكون اورجانيك سولفنت. لو ميه بنسمي السيستم بتاعنا جل فلتريشن، لو اورجانيك سولفنت بنسمي السيستم بتاعنا جل بيرميشن. يعني يبقى فكره كلمه جل دي دايما هتلاقيها موجوده عندك، عشان كده حتى احنا بنسميه ساعات جل كروماتوجرافي، لان الستيشن ريفيز بتاعي بيكون عباره عن جل. الجل ده عباره عن انسوليبل بوليمر. البوليمر ده مميز جدا انه له بورس بارتكلز، والبورس بارتكلز دي ليها نون بور سايز، يعني البور سايز بتاعها او الفتحات اللي موجوده في البارتكلز دي بتكون معروفه، اللي هي الخطوط السوداء مثلا اللي هنا دي البورس بتكون معروفه ومعروف السايز بتاعها قد ايه، وغالبا بتكون صغيره جدا لدرجه ان الموبايل فيز نفسه ما بيعديش فيها بشكل كبير. ولكن الميزه ان هو جل. يعني ايه جل؟ يعني اول ما بتحطه في السولفنت او في الموبايل فيز بتاعك سواء كان الميه او الاورجانيك سولفنت، بتبتدي البارتكلز دي يكون في ما بينها وما بين بعض مسافات بينيه كبيره جدا. شايفين الانتر سبيسز اللي موجوده، كل الفراغات دي اللي موجوده ما بين البارتكلز، مش بتبقى زي السيليكا مثلا كلوزلي باكد قوي مع بعضها، لا، بيكون في مسافات او فراغات بينيه موجوده بينها انت ممكن ما تشوفهاش بعينك، ولكن هي في مسافات كبيره موجوده ما بين البارتكلز. والمسافات دي اللي بيمشي فيها الموبايل فيز بحريه وهو نازل لغايه لما ينزل لاخر الايه الكولا من تحت. طب ايه اللي بيحصل؟ يبقى احنا اتفقنا كده ان الاستيشنري فيز بتاعنا بيكون عباره عن جل. الجل ده في الاساس هو عباره عن بوليمر. البوليمر ده ما بيدوبش طبعا في الموبايل فيز اللي انت بتحطه فيه، ولكن هو بيكون عباره عن بارتكلز. البارتكلز دي ليها نون بور سايز زي ما شفنا كده، وجودها في السولفنت سواء كان ليكو سواء كان ميه او كان اورجانيك سولفنت بيخلي في مسافات بينيه كبيره موجوده ما بين البارتكلز وبعضها. والمسافات البينيه دي زي ما قلت لكم هي اللي بيمشي فيها الموبايل فيز، ولكن الموبايل فيز مش بالسهوله ان هو يقدر يعدي قوي جوه البورز الصغيره اللي موجوده جوه البارتكل نفسها. تمام كده، متخيلين بارتكلز بتبقى صغيره جدا وجواها كمان بورز، جوه البارتكل دي بيبقى فيه بورز او فتحات. خلاص، فبيحصل ايه بقى؟ اللي بيحصل ان بيحصل سيباريشن للكومباوندز اللي ليها ديفرنس في الموليكولار ويت او السايز. ازاي؟ نفترض ان انا عندي ثلاثه بارتكلز اهم، تمام، اوف ديفرنت موليكولار ويت زي ما انتم شايفين. فاللي هيحصل الاتي، اللارج بارتكل او اللارج البارتكل ليها او الكومباوند اللي له لارج موليكولار ويت مش هيقدر يعدي من خلال البورز الصغيره جدا اللي موجوده في البارتكلز بتاعت الجل. وبالتالي هيبقى متواجد فين دايما؟ هيبقى متواجد دايما في الاريا البيضاء دي، في السبيس الابيض ده اللي هو الانتر سبيسز اللي موجوده ما بين البارتكلز. وبالتالي ده مكان تواجد دايما الموبايل فيز المتحرك. وبالتالي الموبايل فيز ياخد البارتكلز او ياخد الكومباوندز اللي ليها لارج موليكولار ويت دي وينزل بيها اول واحده تطلع من الكولم. عشان كده اللارج موليكيولز هي اول حاجه بتعدي بسرعه جدا من الكولم. تمام كده، نيجي بقى للحاجات السمول. السمول موليكيولز تبتدي تتحرك بشكل ابطا شويه. ليه؟ لان السمول موليكيولز هيكون عندها قدره انها تعدي من خلال البورز اللي موجوده في البارتكلز، وتعديتها من خلال البورز دي هيخليها في مرحله من المراحل بعيده شويه عن الافكت بتاع الموبايل فيز، كانها جوه الاستيشنري فيز نفسه، بعيده عن الايه، متخيلين كده كان عندك ميه ماشيه بس الميه دي مش موجوده وانت مش موجود في المسار بتاعها. تمام كده، انت موجود جوه بارتكل معينه بتاعت الاستيشنري فيز اللي هي ثابته، فبالتالي يبتدي يتاخر شويه نزول السمول مولكيولز دي، فتتاخر شويه مقارنه باللارج مولكيولز. عشان كده السيبريشن هنا معتمد اكتر زي ما بقول لكم على السيفنج،
فكره الغربله دي. الغربله دي ان جزء بيدخل جوه البارتكلز نفسها من خلال البورس عشان سمول، وجزء تاني ما بيقدرش، فبيفضل موجود في السير او في المكان اللي بيمشي فيه الموبايل فيز اللي هو ما بين البارتكلز وبعضها، وبالتالي ينزل بسرعه. يبقى لو قلت لكم مين اللي دايما بيحصل له ايلوشن بسرعه في الجل اكسكلوجن او في الجل كروماتوجرافي، هيكون دايما اللارج موليكولار ويت كومباوندز. السمول موليكولار ويت كومباوندز هي دي دايما اللي هتستنى، وهي دي اللي هتشتغل من خلال الايه البارتكلز ويحصل لها ايلوشن بعد كده. تمام. الايديال كيس بتقول ان المفروض ان الموليكولار اكسكلوجن ده ما فيهوش انتر اكتيف فورسز، يعني ما فيهوش حاجه زي الادزوربشن مثلا، هيدروجين بونز ولندن فورسز ودايبول والكلام ده. المفروض ان ما فيش الكلام ده ما بين الستيشنري فيز والسوليد، ولكن الحقيقه ان بيظل برضو في ستيل بعض الايه الاتراكتيف انتر اكشنز البسيطه اللي بتكون موجوده، لدرجه ان انا ممكن احيانا اطبق الجريدينت ايلوشن هنا. يعني انا ممكن اعمل هنا جريدينت ايلوشن عادي زي الجريدينت ايلوشن اللي بعمله في الايه السيليكا، ما بيبقاش بالظبط زي السيليكا بمعنى في الايفكت بتاعه، ولكن ستيل بيبقى فيه بعض الاتراكتيف انتر اكشن موجوده ما بين الاستيشنري فيز والايه والسوليد. ولكن الكيس مينلي بتبقى عباره عن سيفنج زي ما قلت لكم، شرحت لكم يعني ايه سيفنج. خلاص.